السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بمطبخي. ان شاء الله اليوم جبت لكم وصفه كمان كثير طيبه وكثير محبوبه. اليوم بدنا نساوي اللازانيا، وهي هي كل المكونات، وان شاء الله كمان بتلاقوهم كل شيء مكتوب بصندوق الوصف. هلا ان شاء الله بنروح على طريقه التحضير. هلا بدنا نساوي ان شاء الله صوص البندوره. انا حطيت مكوناتي كلها جنبي وحميت الطنجره. بدي احط هيك معلقتين ثلاثه زيت، او اذا بتحبوا شيء ثاني سمنة أو شيء تاني خياركم. كمان هون في عندي بصلة، دائما نحط مع البصل شوية ملح عشان تتبل معنا بسرعة. أنا قليت البصلة شوي، بدي أنزل اللحمة. أنا عندي هون نص كيلو لحمة، ممكن أكثر ممكن أقل. عندي هون معلقة صغيرة بهار أسود ومعلقة صغيرة بهارات السبعة. حط معاها كمان معلقة ملح. انا عندي هون اللحمه تقلت، في انا عندي هون باشره جزرتين صغار او وحده كبيره. في عندي انا هون قرن فليفله، تريدوا حاده تريدوا حلوه تريدوا حمرة تريدوا خضراء كمان بيصير. قليتهم شوي. في عندي هون معلقتين دبس بندوره. يعني اي شغله بنحطها لازم نقليها شوي. في عندي هون انا فرم كيلو بندوره. هلا انا بستنى بس يغلي، بنظبط ملحه وبنوطي الغاز عليه وبنخليه لحتى يستوي. يلا هلا ان شاء الله بدنا نساوي صوص البشاميل. انا نقلت الطنجره هون على نار كتير واطيه، وهلا ان شاء الله بدنا نحضر البشاميل. بدي احط هيك شي معلقتين ثلاثه زيت. عندي هون معلقتين زبدة، يعني شيء 40 جرام. عندي هون شيء 4 معالق طحين، كمان شيء 40 جرام. دائما لازم نحط الزبدة قد الطحين. عندي أنا هون شيء لتر حليب، نزل الدفعة واحدة أحسن شيء. في عندي هون رشة فلفل أبيض، وبدي أسوي له شوية أبشر لك شوية جوز الطيب يعطي نكهة طيبة. طبعا شوية ملح. هلا بنضل نحرك حتى يغلي. شايفين هيك غلى؟ صار تمام. انا هذا القوام اللي بدي اياه، انا ما بدي اياه يكون ثقيل. شايفين هذا القوام؟ لان هلا بس يبرد برجع بجمد معنا. انا طفيت الغاز هون تحت الصوص الاحمر وتحت البشاميل، انا طفيت عليه، وهلا ان شاء الله بنروح بنطبق الوصفة. هلا ان شاء الله بدنا نطبق الوصفة بالصينية. انا صار عندي جاهز هون صوص البندورة، وعندي هون صوص البشاميل، اثنيناتهم جاهزين. وهي المرحلة هون بنقدر نحط معلقة اوريجانو اذا بتحبوا تحطوها هيك فوق البندورة، بيعطي نكهة كثير طيبة. يلا نبلش. بسم الله. وانا عندي هي هون ورق اللازانيا. يلا، وعندنا جبنة طبعا، جبنه كمان النوع اللي بتختاروا اللي بتحبوه. انا حاطه هون تشيدر وموتزاريلا مع بعضهم خالطهم. ونبلش بسم الله. هالشي نحط شويه بشاميل بارض الصينيه هيك تمام. هلا بنوزع ورق اللازانيا شلون ما بتكون، بالطول بالعرض. بس يعني نصيحه، ورق اللازانيا ابدا ما تسلقوه، اذا سلقتوه خلص استوى، يعني ما بقى ياخذ من هذا الصوص اللي بدنا نحطه فوقه. لازم نخليه يستوي بالصوص اللي بدنا نحطه فوقه. هلا نحن نحط هيك شوية كمان. بشاميل. نحط شوي من هذا الصوص الأحمر كمان. كمان بنحاول نوزعه على كل الورق اللازانيا. مرش شوية جبنة. ونرجع نعيد نفس الكرة. أنا حطيت هون أربع طبقات، وهي آخر طبقة طبعاً بدنا نحط عليها بس بشاميل. يلا لا تخافوا من هاي الفراغات، هلا بس يستوي كله بيتعبى إن شاء الله. وهي آخر طبقة، نحط كل البشاميل اللي ضل عنا. صدقوني هي طيبة يكون بشاميلها كتير.
يلا هيك صارت جاهزة. وهي آخر شيء رشة الجبنة. أنا أحب هون أحط بالأخير موتزاريلا، وأنا حطيت شيء تقريبا شيء 300 جرام جبنة، ممكن تحطوا أكثر ممكن تحطوا أقل، هذا برجع لكم على قد ما بتحبوا الجبنة بتكثروا، وهي طيبة جبنتها كثير جد يعني. يلا هل هيك صارت عندي أنا جاهزة؟ أنا هلا لازم أحطها بالفرن، بحطها بالرف النصاني بشغل عليها من فوق من تحت، بس غليت بوطي لأني ما بدها كتير نار قوية، لأني شفتوا تقريبا كل شيء عنا مستوي، بس بدنا نسوي نحن اللازانيا. وهلا بس تطلع بالفرن إن شاء الله بقولكم قديش أكلت معي وقت بالضبط. شايفين هاي صينية اللازانيا بعد ما استوت، أنا أكل معي وقت ساعة، بس نصيحة كمان أنتوا بس تطفوا عليها النار بتخلوها بالفرن هيك شي ربع ساعة، لأن فيها هي طبقات مشان تستوي هيك على مهلها وشوي تهدى هيك وتتشرب بالصوص. هلا لازم أقطعلكم إياها أفرجيكم قلبها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شايفين؟ ما شاء الله. شايفين هاي الطبقات؟ جد روعة. ها هي. بتمنى يكون عجبتكم، بتمنى إذا عجبتكم كالعادة بتحطوا لنا لايك وشير واشتراك بقناتي زمانكم مشتركين، وأهلا وسهلا بالجميع والسلام عليكم.